الله معكم أختي الأحبة باليوم الرابع من الأسبوع الأول بالصوم. بظل هالظروف يلي عم نعيش فيها، سؤال بيطرح ذاته علينا: شو ناطرني بكرة؟ كلمة رجا بيعطيني إياها إنجيل اليوم: ما تهتموا وتقولوا شو مناكل وشو منشرب أو شو منلبس. الصوم أحبائي هو دعوة للاتكال على العناية الإلهية. الصوم هو دعوة إنه الرب ما بيتركنا، إنما هو حاضر دايماً لحتى يكون عم بقوينا. شوفوا طيور السماء، مين منكم قادر يزيد على عمره يوم؟ الصوم هو عدم الخوف من شو ناطرنا بكرة. كلمة رجاء أحبائي إنه الصوم هو عدم القلق على مستقبل أولادنا وشبيبتنا. وأخيراً كلمة رجاء لكل واحد منا هي إنه الصوم فعل ثقة إنه الرب هو راعية فلا يعوزني شيء. وصوم مبارك.